أحسن الله إليكم. يقول: إذا أدركت الإمام في صلاة الصبح في الركعة الأولى أو الثانية ولم أصلي عقبه ولم أصلي راتبة الفجر، فهل يصح لي أن أصلي بعد السلام مباشرة؟ نعم، إذا فاتتك راتبة الفجر قبلها فأنت بالخيار، إن شئت أن تصليها بعد الفجر مباشرة، وإن شئت أن تؤخرها إلى ارتفاع الشمس وهذا أحسن، ولكن لو صليتها بعد الفجر مباشرة فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر فسأله عن ذلك فقال إنه لم يتمكن من أداء الراتبة قبل الصلاة فهو الآن يصليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. نعم، وذلك لأكدية، وذلك لتأكد هذه الراتبة، وهذه الراتبة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعها لا حضرا ولا سفرا، ولما حصل له مع بعض أصحابه نوم في السفر ولم يوقظهم إلا حر الشمس فإنه صلى الله عليه وسلم لم يترك الراتبة بل صلاها أولا ثم صلى الفجر. نعم.